حضرنا مقابلتنا باش ما نخليهمش يلعبوا في معناها ما نخليهمش يلعبوا من 18 متر نتاعها فود معناها ساعات كيصير لنا معناها يخرجوا بالكره نوليو نقربوا لل 30 متر نتاعنا وانا بيان معناها انا ايتي معناها ديسيبليني الاولاد اللي زيتي معناها ديسيبليني وبيان معناها وانا بيان كودري لو تيرام ما خليناهمش يلعبوا هذه اللي تابلو اللي تاب الثاني شويه احنا اللي قلقنا احنا شويه اليوم هو شوية ديشي تكنيك متاع أولادنا ساعات تحكموش في الكرة أما ليكون اللي عملناهم الكل معناها خلينا معناها الديفونسيريت تاع النادي الرياضي الصفاقسي يتقلقوا على خاطر كان ما حسوش بالقلق يزيدوا يهبطوا علينا أكثر ولا يقلقونا أما دو لونسومبل سيتي ماتش تكتيك معناها دو كوتي ماتش في تريز أنيمي فما الفولونتي من النادي الرياضي الصفاقسي ومن جابس باش الاثنين اون ميتريز لو جو مي مام تان نلعب اون ميتريز لادفيرسير مي في مخاخنا الاثنين نلعب هذاك علاش الماتش دو لونسومبل ايتي اغريابل بالدويل بالكاليتي دو جو والله صحيح كما قلت خويا هذول اللي كنا نعرفوا للمقابله باش تكون صعيبه برشا سيرتو بعد الريزلتا الاخر نتاع سي اس اس في قروان عارفين الجمعيه هذه عندها برشا بوتونسيال عندها برشا جوريات ينجموا يعملوا ديفيرونس كنا نعرف التاش نتاعنا شكون صعيبه ما احناش نكونوا موجودين برشا في الفاز اوفونسيف نتاعنا هذاك علاش اخترنا باش نلعبوا اكثر اوقات في الدفاع حابين نقصوا لي بوان فور نتاع سي اس اس اللي هما برشا الواحد ينجم يحكي عليهم برشا مي الحمد لله اليوم نقول ماتش نتاع برشا ريغور نتاع برشا ديسبلين تكتيك ديفونسيف سيرتو والله غالب كنا نجموا نستغلوا زوز ولا ثلاثه كور جاونا كسوا في البريمير ميتون ولا الدوزيام ميتون ما وفقناش ربي مي نقول بالنسبه لنا احنا اوبجيكتيف هاتان اللي هو قلنا نروحوا بحاجه من الطيب الميري اللي هي مقابله صعيبه ونعرفها شكون صعيبه الحمد لله وفقنا ربي بون شونس للسي اس اس في المشوار نتاعها في البطوله وكيف احنا مازالوا برشا ماتشات صعب يستناو فينا ان شاء الله والله الحمد لله على ربي توا النقطه هذه باش تكمل تعاوننا في الباركور ان شاء الله بالمناسبه نحب نشكر اصحابي على المردود اللي قدموه حتى واحد محسب في التيران ان شاء الله نكملوا كيا ونفرحوا جماهير ملعب الجيبس ان شاء الله هنا انا بالمناسبه نحب نحيي معناها جمهور نادي الرياضي الصفاقس اللي هو توجور معناها يحب الفريق ومحبين معناها يشجعوا فريقهم و باقي نذكر هو نلعب ضد اون غروند ايكيب بكل معناها المعنى من كلمه نادي الرياضي الصفاقسي فريق كبير كي نخرج بنقطه من نادي الرياضي الصفاقسي توجور معناها ان بوان معناها على قد الفريق اللي لعبنا ضده معاك في اللي تحبه اورانج